أكدت وزيرة المالية سهام البغدي لنمصية في تصريح صحفي على هامش حضورها في خمسينية وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن العمل جاري صلب الوزارة لإتمام مشروع قانون المالية لسنة 23 و2000 وأشارت إلى أن التوجهات الكبرى لمشروع القانون تم ضبطها طبقا للمحاور والإجراءات التالية. قانون المالية 23 باش تكون معناها الأهداف نتاعو هي توسيع القاعدة الضريبية، إرساء العدالة الجبائية من خلال عمل على إحكام توزيع العبء الجبائي بين كل المتدخلين الاقتصاديين، وكذلك التصدي للتهرب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي. وهناك إجراءات مهمة في إطار الملائمة مع التشريع الدولي في إطار معناها انسجام تونس مع المعايير الدولية في المجال الجبائي. هي جملة من الإجراءات تم ضبطها عقب سلسلة من الاجتماعات والمشاورات التي دارت بين وزارة المالية وممثلين عن كل المنظمات الوطنية، وذلك وفقا للوزيرة التي أشارت إلى أن هذه الاجتماعات ما زالت متواصلة. اتحاد عام تونسي للشغل معناها يمكن في النهارين هذم باش نتقابلوا معاهم، أما هما ممثلين في المجلس الوطني للجبائي. آخر لقاء كان في إطار معناها المجلس الوطني للجبائي، وهذا ثاني اجتماع مع المجلس الوطني للجبائي اللي يضم كل المنظمات وكل الهياكل اللي عندها علاقة بالشأن الجبائي، وكذلك كل ممثلي الوزارات. وزيرة المالية قالت أيضا أن جملة الأحكام والإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية للسنة القادمة تندرج في إطار تجسيد برنامج الإصلاحات الاقتصادية الكبرى المعروض على صندوق النقد الدولي. قانون المالية فيه جانب يتعلق بالتوازنات، معناها فما أناسبي بيجيتير، وفما جانب يتعلق بالإجراءات الجبائية. الأحكام التي معناها كنت توا معناها قدمتها هي تتعلق بالإجراءات الجبائية، وكل ما يتعلق بالتوازنات المتعلقة بالانطلاق في برنامج الإصلاحات باش تكون معناها باش تتضمنها التوازنات العامة لميزانية الدولة. وحسب وزيرة المالية سهام البغدي لنمصية فإن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة سيتم إصداره خلال الأيام القليلة القادمة.